بسم الله الرحيم. وألزموا إضافة إلى الجمل حذو وإذ وإن ونو وإن يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جواز النحو حين جانب وبريح وعلم ما كإذ قد أجري واقترب بنا متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدا عالب ومن بنا فلن يفند. بسم الله الرحيم. قال ألزموا إذا ألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو وأطلق الجملة عرفنا أنها تضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية. تقول اجلس حيث جلس زيد حيث ظرف مبني على الضم في موضع نصب جلس زيد جلس في الماضي زيد فاعل والجملة محلها جر. اجلس حيث زيد جالس حيث زيد جالس حيث ظرف كالأولى وزيد جالس مثل خبر والجملة موضعها جر بإضافة حيث. وربما أضيفت حيث إلى مفرد سمع حيث لي العمائم ما ترى حيث سهيل طالع تسمع في قرارات الدولة وفي قرارات المديري الأشياء يقول حيث إن كذا. إذا قلنا إن حيث لا يضاف إلا إلى جمل تقول حيث إن لأن يعني إلا ومدخولها من قبيل الجمل. وإذا أجزت إضافتها للمفرد تقول حيث أن لأن أن وأن ومدخولهما من قبيل المفردات. وألزموا إضافة يجب حيث وإذ كذلك. قال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا جملة فعلية واذكروا إذ كنتم قليلا جملة اسمية. القرآن الكريم نقول وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل إفراد إذ إذا نول أفردا. الإفراد في هذا الباب والتنكير في هذا الباب يدل على عدم الإضافة. إذا نولت إذا إذ يحتمل عدم إضافتها. تقول تعالى وأنتم حينئذ ومن خزي يومئذ أبي وإن ينول ينول إذ يحتمل إفراده انتهى الكلام. تقول يومئذ فالتنوين نائب عن الجملة التي حق إذ أن تضاف إليها. وما كإذ معنى كإذ وما كإذ معنى كإذ ما كإذ مبتدأ وخبره كإذ. ما كإذ في كونه ظرفا من زمن ماض مبهم وهو كإذ يضاف جوازا لا وجوبا ظرف المبهم نحو جاء زيد يوم قدم الحجاج جاء زيد يوم الحجاج أميرا من الظروف الظرف الدال على سهم ماضي مبهم مثل إذ يجوز إضافته ويجوز عدم إضافته كيوم وحين وزمن وساعة جئت ساعة قديمة زيد هذا جاي ساعة هذه ظهر زي الماضي مبهم فهو مثل يجوز إضافته ويجوز عدم إضافته. تستطيع أن تقول جئت يوما الحجاج أن يوم لم تضيفها وجئت يوم الحجاج أن يوم من قوله وما كيد معنى ما كيد ما وجه الشبه في كونه ظرفا لزمن ماضي مبهم فإن كان ظرفا لزمن معين لا يضاف إلا إلى المفرد كيوم الخميس ويوم الجمعة. واضح؟ لما أرشدك قال وابني أواعد ما كيد قد أجري ما كيد في كونه ظرفا لزمن ماضي مبهم إن شئت أعربته وإن شئت بنيته على الفتح. تقول جئت أعجبني يوم قدم زيد أعربته يوم فاعل وعجبني يوم قدم زيد يوم بنيته يوم فاعل مبني على الفتح في محل رفع لأنه مشبه بوهي مبنية. أنا أقول وابني أعرف ما كإذ قد أجري ثم وجهك قال واختر بين متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب إذا